حلقتنا الأخيرة وبنخصصها لمساحة أدبية خاصة. أكيد نور، مع تتالي سنين الحرب ما زال قلم الشاعر يوازي بقوته سلاح الجندي العربي السوري، فكل كلمة هي رصاصة في وجه الإرهاب الذي حاول جاهدا ضرب منابر العلم والمعرفة في دير الزور. واليوم نعيش انتصارات رجال الجيش العربي السوري في دير الزور، وبمناسبة هذا الإنجاز أقام اتحاد الكتاب العرب مهرجانا شعريا بعنوان تحية إلى الجيش العربي السوري. لنحكي أكثر عن هالفعالية بصيرنا نستضيف معنا اليوم الأستاذ زبير سلطان رئيس اتحاد الكتاب العرب في دير الزور. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك ومبروك. أهلا وسهلا بكم، مبروك لكم وللوطن ولكل أبناء الوطن في وطننا العربي السوري، حتى في الوطن العربي، ولكل إنسان يحارب الإرهاب ويحارب كل أنواع التوحش الذي عرفته البشرية في العصر الحديث، تمثل بداعش وتمثل بالنصرة وتمثل بهؤلاء الوحوش الذين هم يعتبرون قبل التاريخ، والتاريخ أيضا قد كتب عن بعضهم ولكن لم يعرف التاريخ وحوشا أكثر من هؤلاء الوحوش. نقول لك عن جديد يسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن هيدا المهرجان وأهميته احتفاء بانتصارات رجال الجيش العربي السوري بفك الحصار عن محافظة دير الزور. وجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب أرادت أن تبادر في إنجاز نوع من النوع الأدبي تحية لجيشنا العربي السوري الذي استطاع بقوة ليس فقط في فك حصار دير الزور، وإنما إسقاط المؤامرة الكونية بكاملها عن سوريا. يعني اليوم يدق آخر مسمار في نعش هذه المؤامرة الكبرى التي أريد منها خلال 7 سنوات انعجاف، أريد منها تدمير هذا الوطن، تقسيمه وزرع الفتنة في صفوفه، لكن هذا الشعب وهذا الجيش وهذا القائد استطاعوا أن يكسروا هذه المؤامرة الكبرى التي لو جاءت لأي دولة ما قد تفتتها وتدمرها. وعندنا أمثلة كثيرة، إن كان في الصومال وإن كان في أفغانستان وإن كان في ليبيا، لكن هذه القيادة الحكيمة وهذا الجيش الصامد وهذا الشعب العظيم الذي وعى المؤامرة وعرف كيف يتصدى لهذه المؤامرة ويحطمها. ولكن هذا الانتصار لا يعطينا يعني الاسترخاء. المؤامرات متتالية، والمؤامرات على سوريا وخاصة على المحافظات الشرقية. دير الزور لها خصوصية، لكل منطقة في محافظتنا السورية لها خصوصية، لكن دير الزور لها خصوصية خاصة، فهي تتميز بثلاثة أشكال. تتميز بأن خزان سوريا النفطي والغازي، وهي المحافظة الواعدة لتعيد الإعمار لسوريا، لتعيد تقدم سوريا، لتغطي تكاليف هذه الحرب التي بلغت اليوم ما يقابل تريليون دولار، يعني 1000 مليار كما يقدرها البعض. هذا دير الزور خزانة النفطي. الثاني خزانة الغذائي. دير الزور منتجة للقمح، منتجة للقطن، منتجة للشمندر السكري. قبل الثورة كان إنتاج القمح يصل أدنى إلى 200 إلى 250 ألف في الأمور التي تكون فيها مطرية. ودير الزور أيضا تستطيع أن تزرع ذلك إذا توفر لها مشاريع الري. أيضا القطن يوصل إلى 60 ألف طن، شمندر السكري يوصل إلى 30 ألف، وهذه مواد استراتيجية كبرى، عدا الخضار عدا الفواكه عدا الأم. أيضا دير الزور منتجة للشق الثاني هو الإنتاج الحيواني، يعني وصلت أدنى حوالي 5 ملايين رأس. مثل ما قلت هناك مقومات كتير لدير الزور، وإن شاء الله بهمة رجال الجيش العربي السوري والناس المتواجدين هناك رح تعود هاي الإمكانيات وتظهر وتعود رعة أكيد لسوريا. خلينا نحكي اليوم عن الكلمة. دائما بنقول في البدء كانت الكلمة دور الشاعر، وحاليا في هذه الحرب دوره خلال فترة الحرب ودوره فيما بعد بنقل الانتصارات. اليوم شو دور اتحاد كتاب دير الزور؟ الاتحاد الكتاب العرب من الأساس وقفوا مع في تصدي لهذا. أنا طلعت في بداية الأزمة في أوائلها في عام 2011، طلعنا إحنا اتحاد الكتاب نبين لهم خطورة هذه المؤامرة، نحاول أن نعمل ضرورة الوعي. الشاعر كتب والأديب كتب
والقاس كتب، وأنا باحث لست شاعرا، إنما باحث لي 15 كتاب في هذا الأمر، كتبت في الفكر السياسي، كتبت في هذا، وأيضا محلل في قنوات المصرية والقنوات العراقية وبعض القنوات اللبنانية. وأيضا حاولنا كأعضاء اتحاد كتاب العرب من خلال ليس فقط وسائل التلفاز أو الإذاعة، إنما كنا نقيم ندوات. آخر ندوة كانت في ببداية الحصار، كنا نقيمها، كنا نقيم ولا زالوا زملائنا في دير الزور يحاولون من خلال الكلمة إرسال، لأنه الكلمة هي كالسلاح كالبندقية، كالرصاصة إلى جانب، نعم، وقد تؤثر الكلمة أكثر من الرصاصة. طيب خلينا نحكي عن فعاليات ونشاطات هيدا المهرجان، شو تضمنت؟ مهرجان قدموا عدد من الشعراء اللي هذا، لكن هذا ليس هو كل شيء أقدمت فيما. أما أنا أقول لك من أسبوعين أقمنا في دير الزور بمناسبة نصب تذكاري للجندي السوري وبسالة الجندي السوري، ألقت زميلة ترواندا منديل قصيدة شعرية هناك، وأقمنا بكل مناسبة كنا نقيم مهرجانات شعرية، ولدينا في الشهر القادم مهرجان دير الزور الأدبي سنقيمه في مقر اتحاد الكتاب العرب. فينا نسمع شيء لدير الزور من حضرتك؟ كشعر لا، أنا يعني أنقيك من هي دير الزور؟ معك كتاب كمان لحضرتك عن محافظة هذا دير الزور، كتبت في كتاب تاريخ وأعلام الجزيرة الفراتية. دير الزور كمحافظة وليست كمدينة، دير الزور هي محافظة قديمة، أينما تذهبين على شاطئ النهر تجدين حضارة. إذا بدأت بمدينة ماري التي هي تبعد عن الحدود العراقية تقريبا أكثر من 17 كيلومتر على الحدود مع البوكمال، قريبا من البوكمال، مملكة ماري هي أول مملكة منذ 5000 قبل الميلاد نشأت وأنتجت وقدمت. يوجد في قصر الملكي الموجود في ماري ما يقارب 125 ألف رقم مكتبة، قدمت أول لحن أورنينا، الآن تمثال أورنينا، أول موسيقى قدمتها، قدمت ماري الحضارة الكاملة يعني. وثم تنتقل يعني اليوم أستاذ حضرتك عم تحكي عن هاي الرموز الحضارية والتاريخية بدير الزور، هاي المدينة العظيمة، أكيد قديش مهم يمكن تنتقل هاي الرموز من خلال يمكن أشعار، من خلال ندوات فكرية، من خلال ندوات ثقافية. نحن بحاجة يمكن لحتى بظل هاي الظروف يتم بث مثل ما قلت الوعي أيضا لجيل الشباب الجديد من خلال الفكرة والكلمة القريبة هل عم تعملوا على هذا المشروع؟ أكيد احنا عندنا خطة، وقبل عندنا خطة في الاتحاد مستمرة، ما في أسبوع ما يمر يوم يومين احنا في عندنا خطط، وقبل الأزمة وبأثناء الأزمة، وإن شاء الله وإحنا نتجاوز هذه الأزمة ستبقى الفعاليات كبيرة. تحمل الاتحاد الكتاب العرب شهداء، احنا خلال الأزمة قدمنا رئيس فرع اتحاد الكتاب محمد رشيد درويلي شهيدا، وقدمنا القاص الكبير إبراهيم خريط قتل، وقدمنا آخر شهيد الشاعر بشير العاني، بشير العاني الذي أعدم هو وابنه عدم التداعش، قدم اتحاد كتاب دير الزور فلدة كبادو. الآن عندنا بعض الشعراء لا نعرف أين هم، خرجوا، هل هم في سجون داعش أم لا يزالون أحياء أو قد يكون شهداء، كانوا يقفون ببسالة وكانت داعش تحاول التخلص منهم أو تقف مهم، لأنهم كانوا يقفون أمام هذه الهجمة الكبيرة أمام داعش بالكلمة بالشعر بالقصة بالحديث. أنا أقول لك إحنا موغلين في القدم، لأنه لما أكتب عن كاتب صاعد بن الحسن الرحبي الذي اخترع أول إنسان آلي قبل ما تعرفه أوروبا بألف عام، الذي اخترع أول قلم حبر قبل ما تعرفه الصين بألف عام، 1100 اخترع القلم الحبر مجان، وهذا الكاتب لم نعرفه إلا من ألمانيا عندما كتب عنه بروكمان، وهو طبيب كبير له كتاب اسمه شرف الطب وترجم له. عندنا علماء كبير، عندنا محمد الفراتي. دير الزور دائما تموج بالثورات، ترفض العدوان، ترفض البغاة. دير الزور لها ثورة منسية عام 1919 و 1920، المدينة الوحيدة في العالم التي طردت الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن احتلها الإنجليز هي دير الزور.
دير التموج. الآن الشعب في دير الزور وفي المحافظات التي ترزح أمام استعمار داعش وطغيان داعش تنتظر وصول الجيش، وهي تصفي علاقاتها مع داعش، لا يصفيها الجيش. عشائرنا في دير الزور الأبية الآن تنتظر شعيطات، عشيرة شعيطات قدمت 800 شهيد على مذبح داعش، قدموا أموالهم، قدموا تذكروا من عيد الأضحى الحالي اللي قبله قدموا عدد ضحايا في مسلخ الميادين، 19 شاب وشيخ علقوا كما تعلق الضحايا. يوميا يقدموا شبابنا في محافظة دير الزور على مذبح حرية وتحرير دير الزور عشرات الشهداء وعشرات الكتاب وعشرات اليوم أنا أجيتكم في منطقة حطلة، طوقت مناطق داعش وأرميو، حرقت سياراتهم، هربوا وسوف يهربون كما تهرب خفافيش الظلام. دير الزور عطاء، دير الزور كما قلت لكم خزان النفطي، خزان الغذائي، وايضا خزان المائي فكري وثقافي، خزان المائي ثم الفكري والثقافي. اكيد يمكن بدنا نتمنى الرحمه لجميع شهداء سوريا ولشهداء مدينه دير الزور، واكيد نبارك الانتصار الكبير بفك الحصار بهمه رجال الجيش العربي السوري. ونتشكرك على وجودك معنا، وتحيه لكل مواطن في دير الزور، لكل ام شهيد، لكل ام قدمت فلذه كبده فداء للوطن.